بسمعت قيس سعيد يفرغ اليوم الإدارة باش يعبيها بجماعته والموالين له، وبالتالي هو في حاجة إلى إفراغها من كل نفس مقاوم، كل نفس يدافع عن المكاسب اللي في الإدارة هذه. ماهوش ما تماش حتى سياسة للإصلاح. هو قال يعيقون، هم عقبات تعيق صير عمل الدولة. قال المشاريع موجودة، الأموال موجودة. هذا معنى التآمر. سياسة الدولة ما هي؟ هل عندك فكرة يا أستاذ ولا التوانسة هل عندهم فكرة واضحة عن السياسات التي يتبعها قيس سعيد ويريد تنفيذها والإدارة منعتها؟ اليوم ما نعرفش سياسي تونسي ولا مواطن بعقله، حتى قيس سعيد بذاته يقول لنا ما قالش يوما ما هذه السياسة نحب ننفذها، وهذه هي الخطوط العامة للتنمية الاقتصادية، هذه الخطوط العامة للثقافة والتعليم. نعم. يحب يسيطر فقط على الإدارة ويغطي على الفشل بفكرة التآمر اللي بدل لها الاسم وأصبحت التطهير. جيد.